من موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف التي صدرت في تاريخ اليوم. البداية مع صحيفة الأنباء لبنان يسأل عن الضمانات، فهل تأتيه من واشنطن؟ تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما سيعلنه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، ليكون في وسع القوى السياسية أن تبني على الشيء مقتضاه في مقاربتها المواجهة المشتعلة في عينة الأبيب وحزب الله في الجنوب، في ضوء تضارب المعلومات ما لم يؤكدها شخصيا عن استعداده لوقف العمليات العسكرية في رفح مقابل استمراره في مطاردته حماس وأخواتها في قطاع غزة. فهل يفعلها ويفاجئ المجتمع الدولي بتحوله في موقفه؟ لكن في مطلق الأحوال لابد من ترقب رد فعل الرئيس الأمريكي بايدن حيال ما سيعلنه، خصوصا أن انسحابه من السباق الرئاسي يحرره من القيود والأعباء السياسية الملقاة عليه حين ترشحه ولديه كامل الصلاحيات حتى انتهاء ولايته التي تسمح له بحرية التحرك في حال أنه باق على قراره بمنع توسيعة الحرب لتشمل الجبهة الجنوبية. لذلك من غير الجائز أن نستبق ما سيعلنه نتنياهو، لأنه ليس هناك من يضمن نياته والتكهن بما يضمره قبل ساعات من الموعد المحدد لإلقاء خطابه، كما يقول وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب للشرق الأوسط، مع أن العالم أجمع يقف ضد توسعه الحرب ويدعو الى تغليب الحل الدبلوماسي الذي يعيد التهدئه الى الجنوب على الخيار العسكري شرط تطبيق القرار 1701 من دون اي تعديل. فالوزير ابو حبيب العائد من الولايات المتحده الامريكيه كان اجرى مروحه واسعه من اللقاءات والاتصالات لا تتعلق فقط بالتمديد للقوات الدوليه العامله في جنوب لبنان يونيفيل من دون اي تعديل في مهامها بمؤازره الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، وانما تعددته إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب. في هذا السياق علمت الأنباء من مصادر دبلوماسية متعددة مناوئة لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان أن إيران ليست مع توسعتها، وهي كانت أعلمت بذلك الولايات المتحدة والدول المعنية بالحفاظ على استقرار لبنان وقطع الطريق على من يحاول تمددها لتشمل الإقليم. من الأنباء ننتقل إلى اللواء نتنياهو يسعى لدعم واشنطن لنقل المعركة من غزة إلى لبنان. يتخوف بعض المعلقين الأمريكيين من قيام نتنياهو بمفاجأة جديدة في واشنطن على غرار الفيديو الذي أذاعه الشهر الماضي متهما الرئيس بايدن بوضع عراقيل لمنع وصول شحنة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بالسرعة اللازمة، مع كل ما يتسبب به ذلك من تراجع في العمليات الإسرائيلية في غزة وفي جنوب لبنان. لكن يبقى العنصر الضاغط على نتنياهو بأن الدعوة هذه المرة إلى الكونغرس هي موجهة من الحزبين على حد سواء، وليست كالمرة السابقة عام 2015 حيث كان يسيطر الجمهوريون على المجلسين. وتفيد المعلومات من واشنطن بأن السيناتور تشاك شومر كان قد تشاور مع البيت الأبيض قبل توجيه دعوته، وأن ما يؤكد هذه المعلومات قرار رئيس بايدن بلقاء نتنياهو في البيت الأبيض قبل خطابه في الكونغرس. يدرك نتنياهو جيدا بأنه ما زال عليه ولبضعة أشهر مقبلة التعامل مع بايدن ومع الإدارة الديمقراطية، سواء في موضوع الرهائن أو مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة أو لجهة طلب المزيد من المساعدات العسكرية والاستخباراتية. من هنا يبدو من الطبيعي أن لا يقوم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بإبداء أي ملاحظات إعدائية أو منتقدة لمواقف الإدارة الأمريكية. من الممكن أن تتسبب أي خطوة بأضرار بالغة لمستقبل نتنياهو السياسي أو لإسرائيل ومجهودها الحربي. لا بل يرى العديد من المراقبين بأن دعم بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وأذرعة إيران الأخرى يفرض على نتنياهو أن يعبر عن كامل ثقته وامتنانه للإدارة على ما لقيه من دعم غير مشروط لفترة 10 أشهر. من المؤكد أن المحادثات في البيت الأبيض ستظهر بأن هناك فجوة كبيرة بين رؤية الرئيس بايدن ونتنياهو حول مستقبل غزة. والسؤال المطروح، هل ينقل نتنياهو هذا الاختلاف للمشرعين في خطابه أمام الكونغرس؟ في رأينا إذا فعل نتنياهو ذلك فأنه يكون قد ارتكب خطأ جسيما وضارا بمصلحة إسرائيل، وذلك انطلاقا من دفع عدد من القادة الديمقراطيين للابتعاد عن إسرائيل وتخفيف دعمهم لها. في هذا السياق فإن على نتنياهو أن يتذكر ويدرك حجم وقوة المظاهرات والتحركات الجماعية التي أظهرت إدانتها لإسرائيل ومخالفتها لقوانين الحرب في عملياتها العسكرية في غزة.
لن يكون من الحكم أن ينقل نتنياهو أي خلاف مع البيت الأبيض إلى منبر الكونغرس، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى موقف عدائي من الديمقراطيين في ظل احتدام المواجهة الانتخابية بين ترامب ومن يختاره الحزب لإكمال العملية الانتخابية بعد تنحي بايدن عن السباق، وهنا لا يمكن ضبط وقاحة نتنياهو. نختم مع صحيفة الجمهورية: الوضع الخارجي لا يسمح بالتوافق على رئيس للجمهورية. رئاسيا لم يسجل أي جديد أمس في ظل معلومات تؤكد أنه لن يكون هناك أي لقاء بين وفد نواب قوى المعارضة وكل من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة للبحث في مبادرة المعارضة الرئاسية. كذلك أفادت هذه المعلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى جلسة مناقشة ومساءلة أو مساءلة حول الوضع على الجبهة الجنوبية. وكان وفد المعارضة غسان حصباني والياس حنكش وميشيل دويهي قد التقى قبل ظهر أمس في ساحة النجم النواب المستقلين إيهاب مطر، جان تالوزيان الوزير جورج بوشيكيان، وذلك استكمالا لقاءة نواب المعارضة مع الكتل النيابية في إطار المبادرة التي أطلقوها حول الاستحقاق الرئاسي. وبعد ذلك التقى نواب المعارضة النائب جميل السيد في حضور تالوزيان، وأوضح السيد للجمهورية أنه أجرى خلال اللقاء عرضا للأزمات الرئاسية والسياسية التي حصلت بعد اتفاق الطائف والنتائج التي وصلت إليها قبل الخروج السوري من لبنان وبعده، والتقاطعات الإقليمية والدولية التي أنتجت رؤساء جمهورية، والتمجيد للرئيسين الياس الهراوي وأمين لحود، وانتخاب الرئيس ميشيل سليمان، ومن ثم حصول الفراغ الرئاسي بعده، وصولا إلى تقاطع جديد أدى لانتخاب الرئيس ميشيل عون إلى أن عدنا إلى الشغور الرئاسي حاليا نظرا لعدم وجود توافقات إقليمية ودولية على انتخاب رئيس. وكشف أن مبادرة المعارضة تقوم على جلسة انتخاب أولى لن تصل إلى نتيجة، ثم جلسة حوار، ثم نقاش، تليها جلسات انتخاب بنصاب الثلثين، لكن انتخاب رئيس ب65 صوتا. أما مبادرة الرئيس بري فتقوم على جلسة حوار تليها جلسات انتخابية بنصاب الثلثين إذا حصل تفاهم، ولو بنسبة أصوات 65 نائبا، وإذ لم يحصل تفاهم لا يدعو إلى جلسة انتخابية. وقال: لمست أن المعارضة تراهن على تأمين 67 صوتا لمرشح وسطي نتيجة ضغوط خارجية على بعض النواب المستقلين أو المترددين.